باشا احنا اخبار اليوم، حضرتك تحب تقول اي معلومه لبوابه اخبار اليوم؟ احنا طبعا الجولات وحملات مستمره ان نطمن الناس، وطبعا اللي حصل من الهلال الاسود ده كان متوقع بعد الضربات الممتعه اللي واجهتها اجهزه الشرطه للارهابيين وبفعل الارهابيين. شاكرين جدا يا فندم، شكرا. لعند الوانا الى البلد الى خراب البلد، ان شاء الله ربنا ينصر الجيش والشرطه ان شاء الله، وربنا يوفقهم واحنا كلنا وراهم ايد واحده ان شاء الله.